احمد عبد العال محمد رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للارصاد الجويه. بيتشرفونا في الاحتفال بعيد الارصاد الجويه اليوم. طبعا مناسبته هو دخول اتفاقية انشاء منظمة الأرصاد الجوية حيز التنفيذ اللي بدأت سنة 1950، وعلى فكرة مصر كانت من أولى الدول المنضمة لهذه الاتفاقية. بقول لزملائنا في الأرصاد الجوية كل سنة طيبين، وإن شاء الله نستمر في تطوير المنظومة، وإحنا كلنا ثقة فيكم، والناس يمكن ما تعرفش إن إحنا عشان ندرب الناس بتوعنا في الأرصاد الجوية بنحتاج دكتور أحمد من سنة ونص لسنتين أكيد بقى علشان يبقى عندنا فريق عمل متكامل في الأرصاد الجوية. ده علم، وإن شاء الله التطوير اللي حصل فيه ويمكن المبالغ اللي تم رصدها للتطوير هتخلي منظومة الأرصاد عندنا أفضل وأفضل. افضل الاجهزه وافضل الاعصاب.